يا ترى؟ ايوه بقى، ايوه ايوه بقى، بقى ده ايوه كام؟ بقى كده. ده كام؟ ده السؤال رقم 9، تالت تسعة. بوكس. حضرتك اقرا سؤال ممكن تجاوب عليه دلوقتي حاضر. او في نهاية الفقرة. مين النجم اللي اشتغلت معاه ووافقت على كل تعديلاته في السيناريو؟ لا مش تعديلات، مفيش حد بيعدلي في السيناريو، يقولوا مقترحات في السيناريو وانا بقبل كل المقترحات وفليكسبل جدا، اذا قبلتها بعملها. وهضرب لك مثل ان انا كنت بعمل مسلسل اسمه قصه حب بطوله الفنان الكبير جمال سليمان، معروف طبعا وبسمه. وكانت قصه الحب ما بين جمال سليمان وسيده محجبه هي بسمه، ثم اقترح عليا الاستاذ جمال سليمان بعد ما كتبت 4 حلقات ليه ما تبقاش منقبه. فيعني عجبني الاقتراح اكتر مع انه في تحدي ليا ان انا اخلي راجل يحب واحده منقبه. فده من نوعيه التعديلات دي، مش تعديلات، دي تعديلات في الافكار. فوارد جدا ان انا بسمع لكل الناس، بس انا اشتغلت مع احمد زكي مع ما طلبش تعديلات، اشتغلت مع محمود عبد العزيز محافظ الالقاب للجميع الله يرحمهم، ما حدش طلب مني تعديلات، لكن لما بيطلب مني وبلاقيها مقبوله ما عنديش اي مشاكل خالص. عمرها حصلت معاك في البدايات؟ يعني قلت انا لسه طبعا بكتب جديد واسمع كلام النجم. انا عمري اولا انا الحمد لله انا لان انا طبيب بشري اصلا، فانا دخلت السلام من باب الهوايه الحب والحب والغوايه. فانا اشتغلت ايس كريم في جليم اول فيلم ليا، كنت كاتب الحوار والاغاني، ثم تاني فيلم امريكا الشيكابيكا، وانا تعاملت مع الفنان الكبير العظيم استاذي خيري بشاره طبعا. فخيري بشاره يملك من الخبره ويملك من العقليه والقلب الجميل ان احنا نتناقش ونقول ونعدل ونعمل كل حاجه. فانا اول 5 افلام في حياتي مع خيري بشاره، فتعلمت ان انا اتناقش واتقبل، واللي اقتنع بيه بعمله ومفيش اي غضاضة. اللي تقتنع بيه بتعمله طبعا. بس ما اتفرضش عليك نهائي اي مشهد اللي هو لازم يتحط في الاسكريبت؟ لا لا، مفيش حد يفرض عليا مشهد، وبعض الاحيان بعتذر عن اعمال علشان بحس ان النجم عايز يالف غير ما اقول مين، عشان قبل ما تسالي ليه كده. شفتها في عيني. اعتذرت مين؟ لا من غير ما اقول مين، انا اعتذرت لاني انا مش بفصل. طب العمل ده اتعمل اصلا؟ اتعمل نجح؟ انتاجنا على فكره ونجح، بس مش انا اللي كتبته. وانا عارف. خلاص بس مش هقول مين. هقول لك الفاصل. طيب خلاص. اللفه اللي بعدها. اوكي احط ده بس كده. اوكي انا جاهز. اللفه